السلام عليكم، معكم عنود عابد من Solver to Be. Problem اليوم اسمها The Art of Verification من الهاكر إيرث. هاي البروبلم تحكي انه في عنا شركة اسمها Clear Trip. هاي الشركة قررت انها تعمل باسورد يوزر نيم وباسورد لكل اليوزرز اللي عندها. تمام، هلا لحتى تعمل هيك بدها تعمل اليو ار ال. هلا اليو ار ال اللي هو اللينك اللي بيحتوي على اليوزر نيم والباسورد، وبيحتوي على كل المعلومات لكل اليوزرز. تمام، هلا احنا مهمتنا انه احنا بدنا نكتب كود لحتى نستخرج من اليو ار ال، بدنا نستخرج كل الكي فاليو بيرز. شو يعني؟ عندنا اللينك، هذا اللينك بدنا نستخرج منه كل الكي فاليو. الكي هو عبارة عن هذا اللي هو مثلا يوزر نيم، هو عبارة عن الكي، والتست عبارة عن ال value. فاللينك كامل بدنا نستخرج كل كي وكل value لإله ونطبعهم كل سطر لحال. تمام، هلأ نيجي على هاي الرسمة اللي عندنا. هذا ال URL اللي هو اللي بدنا نطلع منه كل كي وكل value. هاي الكيز اللي عندنا وهاي ال value لإلها، ال username ال value لإلها test. طبعا بننتبه انه كل كي وكل value في بناتهم اشارة مساواة، وكل زوج من الكي value في بناتهم اشارة and. تمام، هلا احنا عندنا بالجافا في عندنا two methods حيساعدونا لحتى نلاقي كل value لكل كي. تمام، عندنا method الاولى اسمها index of. الاندكس اوف بتجيب لنا الاندكس لاول كاركتر واقف عليه الكاركتر اللي السترينج اللي بنمرر لها اياه كبارامتر. يعني لو مررنا لها اليوزر نيم حتجيب لنا الاندكس للكاركتر يو، اول كاركتر بنمرر لها اياه من خلال السترينج. تمام، وفي عندنا الميثود اسمها سبسترينج، حتجيب لنا سبسترينج من السترينج احنا بنعطيها اياه على حسب الاندكس الاول اللي هو من وين يبلش السبسترينج، والاندكس الثاني من وين ينتهي السبسترينج. في عندنا ملاحظه في السبسترينج انه هي بتجيب لنا من عند الاي لعند الان، بس هي السترينج اللي بيطلع معنا رح يطلع من عند الاي لعند الان ماينس 1، يعني بتجيب لنا اللي هو الكاركتر اللي قبل اخر اندكس معطينها اياه. تمام، هاي الملاحظه بس كان لازم نكون عارفينها. تمام، هلأ نيجي هون. أنا معرفة variables، معرفة خمسة variables، كل key له variable معين، وال variable هذا ورح نخزن فيه ال index of كل key لعنا. تمام، هلأ ال t1 رح يحتوي على ال index of ال username. هلأ إحنا ال index of username حيوقف هون عند حرف ال u. هذا الاشي شو رح يفيدنا لحتى نوجد ال value. هلا هذا ال index of لو جمعنا له عدد ال characters اللي تتكون منها كلمة username مع اشارة المساواة رح يطلع معنا 8 و1 اللي هي اشارة المساواة. لو جمعناها لل index of رح يصير واقف وين؟ عند ال t، وهذا اللي احنا بدنا نوصل له. تمام، هلا احنا حكينا substring حنعطيها البداية وحنعطيها نهاية. هلا لو اعطيناها t1 زائد 8 و1 اللي هي اشارة المساواة، والتمانية عدد الكاركترز اللي بتتكون منها يوزر نيم، حتصير واقفة عند ال t. تمام، فاحنا حنبلش ال substring من وين؟ ال t1 زائد ال9. تمام، هلا هيك حيجي لنا لحرف ال t. لوين بدنا ننتهي السبسترينج لحتى يجيب لنا كلمة التست؟ نفس الشيء عندنا T2 هي بتحتوي الكي لل PWD، يعني حتكون واقفة عند ال index of ال P. هلا هي واقفة هون، لو طرحنا منها 1 رح تصير واقفة عند إشارة ال AND، وحكينا السبسترينج رح تجيب لنا الكاركتر اللي قبل آخر واحد بال index. تمام، يعني T2 minus 1 رح تكون واقفة عند الآن. لو حطناها جوا substring رح تجيب لنا كلمة test، يعني رح نحط T2 minus 1. يعني substring اللي حيجينا حيكون T1 زائد 9 رح يصير واقف عند T، و T2 minus 1 رح يصير واقف عند الآن، وحيجيب لنا substring اللي بينهم اللي هي كلمة test. تمام، نيجي على الكلمة الثانية اللي هي PWD.
تمام. هلأ هو واقف عند ال P، حكينا ال index of حيكون واقف عند ال P. ال PWD لو جمعنا لها ال characters حيطلعوا معنا 3 characters، مع إشارة المساواة حيصير معنا 4 characters، وحيصير واقف برضو عند حرف T، ال value اللي إحنا بدنا إياها. تمام، فحنجمع تيتو زائد 4. طيب ولو أنا حيوقف لسترينج نفس الشي، حنستخدم ال T3 اللي هي الكي الثالث، كلمة profile حيكون واقف هون عند ال P. لو طرحنا منها واحد رح تصير واقفة عند إشارة ال AND، وهيك حتجيب لنا السترينج اللي إحنا بدنا إياه، يعني T3-1. تمام، خلينا نكمل. كلمة profile بدنا ال value لكلمة profile اللي هي developer. تمام، هلأ T3 حكينا واقفة عند كلمة ال P، بدنا نعد ال characters مع إشارة المساواة، بطلع معنا 8 characters. تمام، هلأ هنحط T3 زائد 8. ولو يعني ينتهي ال substring نفس الشيء. ال T4 بتحتوي على كلمة rule، حتكون واقفة عند ال R. لو طرحنا لها واحد رح تصير واقفة عند إشارة ال AND، وحتجيب لنا كلمة developer معناها T4-1. تمام، نفس الشيء كلمة rule بدنا نجيب ال value لإلها اللي هي الت، حيكون واقف ال T4 عند ال R. لو جمعنا لها ال characters مع إشارة المساواة حيطلع معنا 5 T4+5. لا substring حينتهي عند اللي هي T5، حتحتوي ال index of ال key، حتكون واقفة عند ال K. لو طرحنا لها واحد حتصير واقفة عند إشارة ال AND، معناها T5-1. تمام، وآخر value عندنا اللي هي المانجر، نفس الشيء T5 هي واقفة عند ال K، وحنجمع لها عدد ال characters اللي هم 3 مع المساواة، صاروا 4 characters، يعني T5+4. حتوقف وين؟ بدنا احنا اخر كاركتر موجود بالسترينج كامل، حنستخدم الميثود اللي هي length. تمام، خلينا نعمل هذا الحكي. هلا بدنا نيجي على الكود. اول شيء بالانبوت بعطينا اليو ار ال كامل، حيعطينا اياه على string، والاوتبوت رح يكون انه نطبع كل كي اللي هو اليوزر نيم ونقطتين فوق بعض وسبيس، بعدين نطبع الفالي، وكل وحده حتكون على سطر لحال. تمام، اول شيء حنقرا string. بعد string نفس ما حكينا بالرسمه رح نعرف 5 variables. اول شيء t1 s.index of، أول كلمة اللي هي username، بعدين T2 الكلمة الثانية اللي هي PWD، والT3 كلمة profile، بعدين T5 اللي بتحتوي آخر كلمة اللي هي الكي. تمام، هلأ بعد ما عرفنا الخمسة variables رح نعمل substring مثل ما اتفقنا. حنطبع الجواب اللي هو username ونقطتين وspace مع ال s.substring لعند T1. حتبلش عندنا من T1 زائد
9 اللي هو عدد الكاركترز مع إشارة المساواة، وحتوقف عند T2 minus 1. حنكرر هاي العملية لكل الكيز اللي عنا. حتبلش من T2 زائد 4 لحتى T3 minus 1. كلمة profile حتبلش من T3 زائد 8 لعند T4 minus 1. حتبلش من عند T4 زائد 5 لعند T5 minus 1. آخر واحدة اللي هي الكي حتبلش من عند T5 زائد 4، حكينا آخر واحدة حتكون لعند اللين as dot length. خلينا نشوف البرنامج اذا بيشتغل ولا لا. طلع معنا اليوزر نيم ونقطتين وسبيس والتست، وطلع معنا كل الكيز وكل الفاليو له. خلينا نعمل سبمت على الموقع. طلع معنا accepted. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.